إن بكاننا كون ما سورة الكلاش حمربت سول طول بل دقينا دقينا قد رجال كي ما في لو أول جبل طلعنا كر ما في زول فدر سكرنا يوم بدر حلقوم هداك شهر. القصيدة دي مرات بسمع مقاطعها لكن أول مرة كده اسمعها معاكم. أنا زول ده قال لك ما في لو ولا أو، يعني ما في جرجرة. واحد يقول لك لو جابوا لنا السلاح أو البرهان ادانا تعليمات. اسمع الحتة دي. رجوع من مكاننا كون كون ما سورة الكلاش حمربت سول طول بل دقينا دقينا قد رجال كي ما في لو أو جبل طلعنا كر ما في زول فتر سكرنا يوم بدر حلقوم هداك شهر عدو هدرنا دمع بل إن كان بمهمة الليلة جبنا تمة قصطيرنا حامي سمة سكين طرين مسمة مصرانا أبن لمة أبشر قمينا قمينا ما بنا دنقر هجمنا ما بنا ترتر بنجيبه حي يفرفر أمونا قولي سوي سو خلي الحديد قوي قوي وقت الكلاب يعوي نحن بظلامنا ضوي كان غيرنا ما ظهرنا ما تقصوا لي أجرنا يا الطير يجيب خبرنا ميتين وفي صدرنا يا قوم يسوي قولك يتنبر بحجولك الجاي ذاك زولك جاب لك عدو مكتف يلبال عالي طولك جياش ليل برانا بل ما شفنا زول برانا الشام في ايده كفنه خلي اللي يقف معانا بل الداير براجل خلي اللي مش ورانا ابشر الخير ابشر والله حنضل دموم سخانة نيران سموم غدانا الموت نشوفه عادي يا جينا يا عشانا ابشر والله مرحب والحساب يدفع مرحب ليش اصله ما بيدفع بل ليش ما بيبيع وطنيته مهما كان من بيدفع بل ليش مستجد درشوه يوم تخريجه كم اغنى بل ليش تندي في الاحراش مطر كب الخنادق باب ابشر بالخير ابشر والله ابشر بالخير ابشر بالخير ابشر بالخير ابشر والله مستجد درشه يوم تخريجه كم اغنى الجيش دلي في الاحراش بل مطر كب الخنادق طافحه مستمتع الجيش وكلا والعرفه رقيب حامل وطن اجمع الجيش وكلا والعرفه رقيب حامل وطن اجمع الجيش الرقيب اول مسك طابور طرح جمع يا اخي الجيش ده حضره صول ده هو المسؤول وقت ما يقول تباه تباه الجيش ده لو اسمع الجيش كل ملازميه أوائل نقبة والرواد مكنا ندور المصنع الجيش مقدمين عقد وعميد لواء من هنا ده القرار بيطلع بل الجيش فريق فريق أول مشير أبشر أوراد الجيش زول مرض من بيته شان وطنه سايب وراه هديك سفة سايب الزمن يبقى ليهم أبوهم لحد ما هو يرجع ده لو كان حيرجع ولو ما حيرجع يقول لك قرانا وحدودنا وربانا نخلف ورايا وسطكم أمانة صغار لسه شفة يلبقون عليه وما عليش تعال الجيش بل تعالوا ابدا معانا الجو سموم وسخانة انت في خليج نيرانك في مراقبة اعدانا والصوت يجيك من غادي صوت الصفير ما عادي صوت انفصال الدانا الانفجار كان جنبك اشلاء تطير بين فوقك تسمع انين جرحانا زول هسي كان هو معاك واحكي لك عن بنته نطقت وقالت بابا تاتت مشت فرحانة والصورة بين يديه كان انفصال الدانة تعال شوفوا لقينا أجزاء منه وكانت سليمة الصورة بنت العزيزة جمانة زول الشظية في صدره والابتسامة في وشه كان الكلام حصانة أبو عشرة ورانا اسم البلد دي أمانة أمي سلموا لها أحكوا لها الحاصل قل لها ولدك راجل صان البلد ما خانا أبشر يمين يا شعبي لن تهزم الله أكبر يمين يا جيشنا لن تندم الله أكبر نتألم ونتعلم بس كل ما الأجرب بحق الناس أيوة بحق الله. الناس اجوا ارجع اسمح لنا يا سودان سرقوك سرقوك والدمى بتنزف نهبوك والسعن مليان شحت لو انت وطن نعز به تجرز الكيمان ولازم انضف السودان من اي وسخ كفايه كذب حراميه استباحوها حرمه الانسان بل بل جيش بل 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 اتجاه واحد بل وطن
نعز بالدك سودان نريد بالدك أجسادنا تبقى لأسد رجالة نوصل الحق للرجالة أبشر حرب من غيرنا بل اللي يربطنا به الجيش لا منصب ولا مرتب اللي يربطنا به الجيش لا مأكل ولا مشرب شيء وطن جوانا يترقب جيش عمره ما سنوات مين كرري وتعالى حسين الحربين كرن مع الطليان جواسنا عجب شمال افريقيا والجولان الناقص تتم حطب حتى الان وقت نادى المنادي يمن صنعاء حضرموت عدن مشى مدعومه بالطيران وكان الجيش هو السودان جيشا لا بمن حلفه هدندوة نوبة زرقة عرب نتباشر صباحات خير ماسكين في بعضنا شعب ما تفاخرنا بها قبيلة قط ما فرقتنا رتب قايد الحامية نوباوي قائد تاني حلفاوي حضرة صلم علاوي رقيب أول من الفاشل دمازيل والمدينة عرب أبشر الأسرة للسنوات فوق الصيدة نتغرب قدمنا المهر أرواح في ذاك يا وطني وبنلعب يا ما تقطع الأعضاء كم اتشتتت أشلاء شبابا لسه غفى رطب ضمن مفوق ناس الجيش يمين اتبلى من أماتنا كم ما جبنا حي الناس أبشر حرم حرم يمين ما يزغرت أن أخواتنا لو ما كنا تيجان راسنا ضوي شهوك أبشر يمين اللي عدر عن زوجاتنا لو قصر رجوعنا سبب أبشر دينا ينزل جيش مع أخبى رطب أبشر وكتدت هناك الدانة ترسوها الأرض جبخانة حايمين في سموم وسخانة أبريش اسمه مجانة بل انزال في المكان ما بدلني تنفيذ المهام بالملي نسر الجودة اسمه مصلي بل انضم فوق ناس الجيش اويني استطلاع واستخبارة النقل الاساس حضارة استطلاع واستخبارة والنقل الاساس حضارة اسلحة والمهمة ادارة في شمس الهجير الحارة من حد المكان الغارة ماركوني تجيب اشارة انضم فوق ناس الجيش اويني نرفع له تمامنا تحية مدرع عديلة مدفعجية الجوية والبحرية قالها للكثير مشوية وانضموا فوق ناس الجيش ودائما في الصفوف قدامة جزرع ونزع الغامة بل إكساس يوم تقوم قيامة وانضموا فوق ناس الجيش يوم بغر البطون بتعبي تنزف يدموم الكبي لبوا نداك ديال يا ربي اسمهنا السلاح الطبي انضموا فوق ناس الجيش سموها القبيل كلية مع كلية مصنع للرجال حردية بل وانضموا فوق ناس الجيش والشرقية والغربية غير فراس دواسهم للفلاش والفاس وانضموا فوق ناس الجيش فيا هذه الأرض تسمع كلام بستيرنا في غناكي ويا هذه العيون تدمع إذا نام الوطن باكي ويا هذه القلوب تفجع إذا بتريد خلاكي ويا هذا الوطن أدمع رجالك وعزك الكاكي كاكي في على كل ظلم عنده وطنية بل في على كل ظلم أخلص النية في على كل ظلم سرق البلدية ويعيش الكاكي بيناسه يعيش وينجي ضمية مبلغ رب ولا بنخاف نقول اشمعنا معروفين رجال شفعنا نكرم ضيفنا لو كان جعنا لضيف جارنا نفس المعنى كلامنا نقوله العالم كبر يسمعنا وزارعنا غير الله اللي يغلعنا دائرنا شنقولك نطير ونبريك عليه كيفنا نكرم من عدم ضيفنا وكان قلنا الأدب نجرب في الرقاع سيفنا بل 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 أزرها والله كلام بختلف أبشر والله السلام عليكم كيف أخباركم إن شاء الله طيبين قوات مسلحة السلام عليكم كيف أخباركم إن شاء الله طيبين كيف أحوالكم وقواتنا المسلحة تتقدم وقواتنا المسلحة من انتصار لانتصار وقواتنا المشتركة والفرقة السادسة وجيشنا في كل المواقع وفي كل الثغور وإحنا ما عندنا كلام كثير إحنا ما عندنا كلام كثير الجيش ده ينتصر بل في بل ما في ينتصر ما عندنا كلام كثير وكل ما تطول أمد المعركة بندي مساحة للعدو يعني يزيد في مؤامراته والشغل بتاع المهلة والشغل بتاع الإبرة برا مستعجلين ومضايقين لكن احنا بنطمن قواتنا المسلحة وبنطمن الجيش قيادة جنود ضباط صف وجنود
مستنفرين كل زول لبس الكاكي وشال الكلاش، احنا بنطمنه بنقول له الشعب ده سد منيع، والقوات المسلحة صامدة بفضل شعبها الواقف معاها قدام ورا سند، ما بتجيكم عوجة. والناس مركزة مع انتصارات قوات المسلحة وتقدم قوات المسلحة وصمود قوات المسلحة في الشايقاب، وقدمنا شهداء الليلة الرائد الوارث ربنا يتقبله، واللوحة أمير عبد الله الوارث اللوحة اللي قدمها، والشباب الصمدوا الليلة في الشايقاب وصدوا الهجوم الكبير من مرتزقة أجانب، ده مثبتة يعني فوق 1000 مقاتل معظمهم من دولة جنوب السودان، ناس عندهم خبرة في القتال يعني خاضوا معارك سنين طويلة، حروب أهلية وحرب الجنوب والشمال، فأولادنا ذي الليلة صدوا لهم تصدي كبير جدا، والدعم السريع يحشد ما يحشد من قواته عشان يكسر الصمود ده، لأنه ده الصمود الأخير منه تحرير مدني ومنه تحرير الجزيرة. نقول الناس متابعة ومركزة مع قوات المسلحة وبرب هناك العدو والشيطان شغالين، بنشوف الضغوطات اللي بتحصل لنا من دولة مصر الشقيقة والتغييرات اللي بتتم في الإجراءات. طبعا هم واضح يعني من تصريحات وزير الخارجية المصري إنه هو بالنهار بيشحت بينا وبالليل بيجي بيعصرنا، يعني بيتكلم بخاطب الأمم المتحدة عن تكاليف تواجد الشعب السوداني في مصر، وإنه دي بينهك الاقتصاد المصري، والناس أكون عارفة إنك إنت لما تسجل في الأمم المتحدة بتنصرف لك قروش وإنتوا ما قاعدين تصرفوها، هي بتدخل للحكومة المصرية، إحنا عارفين طبعا، ولكن لما نسمع إنهم والله بيعملوا في مؤتمر لنزع السلاح من طرف الحرب، إنه يدخلوا إغاثات عن طريق نهر النيل، طبعا ادخال الاغاثات عن طريق نهر النيل اللي انتوا فاهمينه يعني ولا ما فاهمينه، من هنا بنرسل رساله لناس شندي وناس نهر النيل والفرقه الثالثه انه عندكم تحركات مكشوفه العالم كاشفه، والتحركات دي هي لتحرير مصفى الجيلي وتحرير قرى مصفى الجيلي، العمليه دي الخريف ما وقفها، العمليه دي حظر السلاح ما وقفها، العملية دي وصف المعسكرات بتاعت المستنفرين بأنها إرهابية عنصرية عروبية إسلامية إسلاموية ما وقفها، لأنه البحرس الحدود بتاعت نهر النيل الليلة هي المشتركة بالمناسبة، احنا ما بيننا عنصرية ولا بيننا تفرقة، ولكن قاموا استحدثوا لكم نظرية جديدة قالوا يدخلوا الإغاثة بنهر النيل، تدخيل الإغاثة بنهر النيل معناها وقف العمليات العسكرية، وأساسا إحنا في حالة هدنة، وما زلت مصر على الكلام ده اللي بتعمل فيه قيادات الجيش أو قيادات الفرق الآن، وعدم التحرك بحجة إنه والله منتظر خريف في العماس في متحركات القضارف والفاو الشرقية، والناس كلها بتتكلم عن الشرقية، المؤخر عمل التحرير مدني هو العماس، طبعا العماس عنده رأي بيقول إنه والله يا أخي إحنا ترتيباتنا نحمي الفاو وبعد ذاك الخريف يجيف عشان نقدر نتحرك بسهولة، انت المتحرك بتاع الشرقية ما شغال يا اخوان، المناوشات البسيطة اللي بيعملها دي حتسقط من المناطق اللي احنا اكتسبناها وحتسقط مدن تانية وحتسبب تهديد للقضارف، لانه العماس والسيد الفريق مستشار ادم هارون والسيد الفريق احمد ده جديد رؤيته انه احنا نجيف ننتظر العدو في الفاو، خلوا الدعم السريع يحرك مستنفرينه ويزيد قواته واستعيد وحيجي يسقط الفاو وحيمسحكم، والعماس ده ما حيرجعهم بعدين، انا بوريكم من حس يعني تامين الفاو داخل ولايه الجزيره، تامين الفاو في الكوبري بتاع حنتوب والكوبري بتاع بيكا ومتحرك الخياري اللي بتمشوا مسافة وبتتقدموا لحد ما تشوفوا مدن على 12 كيلو قبل 5 شهور ترجع ورا تاني، انتوا دارين الدعم السريع يستعد ويجهز ويجيكوا الراجع، احنا ما بنفسرها بحاجة تاني، تكونوا عارفين يا شعب السوداني انه مدن دي مفروض تتحرر يوم الجمعة الفات، لكن المتحرك بتاع الشرقية ما تحرك، متحرك الشرقية ما تحرك، عمل تدوين الصباح شوية مدفعية شوية تبادل اطلاق نار، ما دام ما في تاتشر دور ويتحرك
ما بتحرر مدني، ما حتحررها، لأنه إحنا متحركنا بتاع الغربية المناقل ده اللي بيقدموا في الشهداء واللي بيقدموا في أولادهم وفي المستنفرين واللي بيقدموا في بسالة ما حصلت، ده في النهاية لو خشوا بجاي بمدني بكبري حنتوب الدعم السريع حيمرق من مدني وحيجيكم هناك في الفاو وحيجيكم هناك في القضارف. أي ضابط أي قيادة تضع خطتها بتاعت الآن إنها بتحمي مدينة بالدفاع، ده زول بايع طابور. أنا ما بعرف غير كده، يهديك مدني ويهديك متحركاتك. أكتر استعداد وأكتر تجهيز وأكتر تسليح هو المتحرك بتاع الشرقية، كل القوات دي كلها قاعدة هناك في الشرقية، لكن مرتكزة في الغرية 37 الغرية 34 الغرية 31. نمشي قدام من الفا ونمشي نراجعين. إحنا الكلام الكثير ما بنقوله، الجيش ده حق السودان كله، الجيش ده ما حق القضارف ولا حق الفاو. القيادة بتاعته إذا اضطر إنه هذه منطقة سيطرتها وتأمينها وحدودها، تأمين حدود القضارف والفاو، قاعد هناك في جوه مدني، ما تحركت أنت بايعها ومنتظر الناس زي اللي يجوك. ناس أكون فاهم الكلام ده، وأنا بحمل المسؤولية دي للعماس، الكبير والصغير يعرف الكلام ده. وإذا هو في الفترة الفاتت دي كلها ما وضع عليه خطة استراتيجية للتقدم ولا خطة معالجة، الليلة الدعم السريع قاعد يكسر في الميجرات وبيكسر في الترع عشان أنت ما تتقدم له. الليلة كاسر له ترعة، وبنقدر نعالجها لو درنا عالجها، بنمشي طوال الحتة المكسورة دي بنقفل الترعة بتاعتها، بنعالجها طوالي عشان الموية تمشي الحتة تنشف نخش لهم، لكن انت راجيهم الخريف ما حينتهي. مش كسر لك ترعة لانه انت ما متباطئ، انت متباطئ. مجهود الغربية ده كله وصبر الناس ومعاناة الناس في الجزيرة وخطف البنات واغتصاب البنات والأكل والزلة والمعاناة دي، ضباط قاعدين في المكاتب بيضعوا في خطة، أنا ما أعرف الخطة دي شنو. يهديك الجزيرة، يهديك مدني قدامك. تأخير العمليات العسكرية في الفرقة الثالثة حسي ده هو الآن تسعى مجموعات من الدول والتحالف الأنشاته أمريكا والسعودية والإمارات وجنيفا والقحاتة إنه يمرروا الإغاثة دي عبر نهر النيل. ليه ما الشباب نهر النيل؟ عشان توصله وين؟ ما هو داك الطيارة داك المطار بتاع بورسودان ينزلوا لك في وادي سيدنا. لا قالوا إحنا حنيجي ماشيين بالبر بنهر النيل. ماشي بالبر بنهر النيل عشان توقف العمليات العسكرية الماشية مصر الجيل. الفرقة الثالثة طوال الضابط حيمرق الكاكي بتاعه ويقعد لحد ما يمرروا الإغاثة. الإغاثة ما ممكن تمر بدون وقف العمليات العسكرية، دي خيانة هنا، ده تباطؤ. تكونوا فاهمين يا ناس نهر النيل، وتكونوا فاهمين يا ناس شندي، وتكونوا فاهمين يا ناس الدامر، وتكونوا فاهمين يا ناس الدبة، وتكونوا فاهمين يا ناس الشمالية، إنكم قاعدين تبيعوا في أعراضكم، إنكم قاعدين تبيعوا في البلد دي الصبر فيها والصمد فيها في بابنوسة ومجهودات وتضحيات الميارم والقوات المشتركة والقوات الفرقة الساتة المحاصرة في الفاشر، إنتم قاعدين تضيعوه. لحد الليلة دي احنا قلنا لكم امشي المصفى امشي الجيلي، غلبتكم ما قادرين تمشوا حجر العسل. 7 و6 و8 غور الان يسيطر عليها الدعم السريع، انتوا واقفين بدعينوا حسي جايكم قرار دولي. الإغاثة دي فيكم الراجل تاني فيك طلقة، والداري فيك الطلقة دي اللي ينتظر يكلموه ولا ينهزروه ولا يحركوه، هسي دي مر لكم الإغاثة عشان تلقوا لكم حجة تاني 4 شهور تخلوا الدعم السريع يركب فوق راسكم. بعدين نجي في البيكا، انسحبت الجيش، انسحبت القوة، حصلت خيانة، حصل بأعزاركم المعروفة دي. الدار يحرر المدني، والدار يحرر نهر النيل، والدار يحرر الجيلي، ما محتاج كلام، يهديك قدامك حجر العسل. لكن احنا كنا في ارتكاز وفي تجهيزات. العربات المرقد دي تمت اسبوع حسي، القوة اللي تحركت، القوة الخاصة بتاعت الحفيان اتحركت قوة خاصة، وتحركت القوة بتاعت اللواء بدر دياب بدر لا هسه 5 يوم أو 6 يوم طلعت من الخرطوم من ام درمان، مفروض تخش المصفى. منتظرين قالوا قوه جديده، بكره الصباح هيجون يقول لنا منتظرين انه يضربوا البوهيه في التاتشرات، بعد بكره هيجي يقول لنا خط اخواننا العربات دي جات مارقه جاهزه، 500 تاتشر جاهزه، لو دارين تخشوا افريقيا الوسطى بتخشوها. لكن حتنتظروا يهود لك متحركين، الطباطه اللي بتعملوا فيه ده بتدوا النازل في مساحه. اجتماعات حمدوك وعبد الرحيم دلقوا دي مسؤول منها الدولة، مسؤول منها وزير الخارجية، مسؤول منها النائب العام، هم الآن بيصيغوا لهم في حاجات عشان يعطلوا عمليات القوات المسلحة. أنا بقول لكم الجيش ده مارق، إحنا دارين الجيش ده مرق بقيادته، الجيش مرق بتعليماته، الجيش مرق بشرعيته، ما دارين نخالف تعليمات ولا دارين نقول لزول اتمرد ولا دارين نقول لزول. لكن يا هو أنت اللي بتعملوا فيه الآن ده
هسه دي طلعوا لكم قرار. ما كل يوم الشيطان شغال. اقعد انت اقعد لي في حساباتك، حساباتكم المبنيه على الانسحاب، المبنيه على الدفاع، هي في النهايه حتسقطوها انت. كلامنا ده واضح، الكبير قبال الصغير يعرف. مدني تحريره بالمحور الشرقي، مدني تحريره في قياده العماس، حرره اتحرك مرحب، ما اتحرك لازم يتحرك. يا هديك سنار، سنار بنتكلم عن جبل موية، الخطأ قلنا في منه؟ الخطأ في الربيع، الخطأ ما في الربيع. ما جبته عبد المنعم اللي هو عبد المنعم له شهر ونص حسي، عمل شنو؟ ولي حاجة. لأنه احنا حنجيب كتاب الأعذار، الدعم السريع اللي يدخل غرية ودخل 3-4 غرة في محيط سنار، وفي محيط 7 غرة في محيط سنار، وفي محيط المناقل 3-4 غرة. الدعم السريع قاعدين تسمعوه بقول لك يا أخي الخريف، قاعدين تسمعوه يقول لك والله ناقصانين داد، قاعدين تسمعوه يقول لك والله يا اخي الخطه بتاعت الانسحاب مع 13 تاتشر 71 موتر بسقط ابو امك وذاته، قاعدين تتفرجوا فيه. يا هدى عبد المنعم غيرتوه، الربيع اتغير، ها احنا بنقول ده رد على الناس اللي بيقول لي غير البرهان، ده رد على الناس اللي بيقول لي غير البرهان. ما كلنا متفقين في تغيير الربيع ده، اتغير شنو حسي؟ الخطه نفس الخطه، كل يوم والتاني قوة جديدة بتخش النار، كل يوم والتاني قوة جديدة بتخش عطبرة، كل يوم والتاني قوة جديدة تخش بحري، كل يوم والتاني قوة جديدة تخش مدرمان، ما في حركة. ليه ترتيبات معينة وحشوفه. ها في النهاية طلعوا لكم القرار ده، حسي دار تمشي الجيلي تعمل فيها شنو انت؟ اختاروا عمدا انه الإغاثة دي تمر بنهر النيل عشان انت ما تقدر تمشي الجيلي. احنا هنكسر القرار ده قبل ما يصدقوا عليه، وقبل ما يتم ترتيبات شحن الاغاثه دي احنا نكون جوا المصفى بتاع الجيلي، او الجيش ده يكون بايعها بس خلاص. بعد ده هنطلع نقول للنسوان في نهر النيل الدامر الشماليه، شوف لكم حته يا اخوان، تحفر غبورة وتبقى بس راجل موت، ما في راجل بحرسك. والله نكون واضحين، يعني اول من يقولوا الاغاثه دي حتتحرك معناه الناس دي كلهم طوابير، كلهم باعوا. رغيب اول ده هو البرهان ذاته، وكيل عريف هو البرهان، مستنفر هو البرهان، كلكم حتكونوا البرهان. المصفى فيه ترتيبات جوا احنا ما بنقدر نخشها صرفه، خلاص خير. غور المصفى والله الدعم السريع طلع المواطنين لكن احنا ما قادرين نخشها، خلاص خير. المقاومه الشعبيه يا نظاره الجعليين الاسبوع اللي فات معاها المشترك اتفقوا قالوا احنا بعد اسبوع داخلين المصفى. بس انه لبتين انتوا الاسبوع ده. ما هو ده الحسبة جاي يتحركوا هيحاصروكم، وأي واحد فيكم يحاول يتحرك بالنسبة لهم اعتداء على القوات الأممية، بتجيبوا الفصل السابع براكم بعدين، وحتجيبوه في نهر النيل براكم. كلامنا ده واضح. الفرقة الثالثة اتحركت يا أخوي، مشيت يا هيدق قدامك المصفى، ما قدرت تمشي يا هيدق حجر العسل قدامك، ما عنده القدرة يحرر حجر العسل ويأمن حجر العسل وغور حجر العسل، ما حيأمن ولا حيحرر المصفى، ولا تقعدوا تغشوا في نفسكم. لكن بتصل مرحلة من التخدير انه انا اجيب لك 500 تاتشر وانزل لك 75,000 كلاش، وده كلها في النهاية انت تكون قاعد وكل يوم اديك حجة جديدة. اجهز فيكم اخواننا يركب تاتشر يبقى مارك. قلنا دارين قيادة جوالة متحركة متفاعلة، دارين البيشي في نهر النيل من القوات المسلحة. ما هو ده البيشي بيطلع من الجيل دي بسوق قوات، وبيعمل البيشي بيعمل الفزع حقه من 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 من, من حمرة الشيخ، وبيمشي هناك بسقط سنجة. لكن احنا قادتنا الكبار القارين الكهنة الكبار لازم يخطوا كتاب الأعذار أول حاجة، 99 عذر حتى بعدين يديك 1% يقول لك خلاص احنا هنطلع. الجياش اللي بيسمع تعليماته في التاتشر ده زولنا، اللي بيسمع تعليماته وسلاحه في يده ده زولنا، اللي بيسمع تعليماته وهو قاعد في الخندق ده زولنا، الدور عربيته وقالوا له التعليمات باللاسلكي ده زولنا، القاعد في المعسكر بيسمع الله اكبر تباه صفا انت ما زولنا، السلاح اللي قاعد في المخزن ده انت ما زولنا، اللي بيسمع في ياسر عطا ويكبر واو كورك وياكل له 2 دبيب و3 ارنب ده ما زولنا، ما بتحرر انت، انت ما بتحرر. بتصلوا في مرحلة إن القوات المسلحة دي تصاب باليأس والإحباط، كل مرة تلبسوهم كل أنا لي شهر كامل بعيد في نفس الكلام. بعدين في ناس عندهم هوس بتواصلوا معي، أنا بقول له الكلام هو ما بكون سامعه، أو سامعه وما عنده مشكلة في الحاجة دي، لازم الكلام يطلع منه عشان بكرة يمشي يقول لك أنا قلت لي صرفة.
انا بقول في الكلام بالترتيب ليه سنتين وقبال السنتين دي ليه اربع سنة وخمسة سنة بقول في نفس الكلام ماشي معاك بالمراحل والترتيب. يجي يقول لي يا اخي انت متحرك والجيش ده الجيش ده كده الهن... يا اخي ما كل يوم بقول في شنو انا طيب انت بتقول لي وانا ساوى ولا انت شايف الحال اللي انا ما شايفها. انا بصل مع الجيش ده في دواه وفي اكله وفي شرابه وفي لبسه بغيب يوم واليومين والثلاثه انا بكون بوصل في امداد لواحد من المعسكرات وحنزل الحاجات دي تاني عشان الناس تعرف ما يجي يقول لك والله بيعمل مبادره بيسرق قروش الدوله ولا الجيش دافع له عشان انا اوريك بعمل شنو للجيش عشان الجيش ده يجي فوق الدلال الثغره بتاعته كلها اكل وشراب وعلاج دارين انه تقدم بس ولا تفضل المعسكرات دي بس فضوا المعسكرات خلاص عسكريه انتوا بتتكلموا استراتيجيه وريني اللي بيحصل في الفاشر ده طيب صمود الشعب السوداني صمود الفرقه الساته صمود المشتركه صمود الميارم في الفاشر ليه ما بتصمدوا في حتات تانية ليه ما نفسه كاكي ونفسه جيش الناقصك شنو الداري حارف في حلتهم رجعوا الناس حتاتهم افصلوا القوات واي زلمه يمشي حارف في حاميته انت من وين من هنا الشرقيه امشي حارف في الشرقيه امشي حارف في الغربيه دي امك واختك ودي زوجتك امشي احرسهم اي حجه الجيش ده يقوله اعملوها له مجندين مستنفرين مواطنين المشكله شنو في المحور الشرقي يقول لك العماس ده ليه يا اخواننا اركان حرب هيدا هو ما دار يحرك القوات الناس تشكي ضباط يشكو عساكر يشكو لا وبيوعد انه والله الايام الجايه حتشوفوا حنشوف بتاني يعني لما الخريف ينشف ما الدعم السريع حيجيك داخل جوا الفاو انت قالوا هو ما راجل خريف ينشف يعني لو ما تحركت ليه وحسي ولقيته على بعد 60 كيلو 80 كيلو من الفاو معناه انت قدرت تسقط الفاو خلي الدار يدافع عن الفاو ده جيش خليه في حتته سوق لنا المستنفرين سوق لنا المقاومه سوق لنا الفرق بتاعت الامداد سوق لنا الاحتياطي سوق لنا المجاهدين سوق لهم البراء اطلع لهم مدافعكم البعيده المدى ثلاثه شهور مدوك طلقه التدوين الليله في غريه الشايقاب دي هي قدر شنو الغريه دي بدونوا فيها من اربعه صباحا محل ما تمشي فيه دانه واقعه 120 واقعه كورنيت واقع 40 دليل واقع صاروخ واقع مسيره واقعه كثافه نيران بعد كله صمدوا لا وصل لهم امداد انت المفروض تكون عارفه القوه الصمدت دي الليله 40 نفر ما تام منها الواجهوا الالف وشويه من المرتزقه الليله في الغريه دي 40 نفر ما تام منهم لا وصلوا امداد لا تحركت لهم قوه مفروض يقعدوا هنا يخشوا المهله الاسبوع قبل ثلاثه ايام الاسبوع اللي فات يكونوا خشوا المهله من المهله كوبري بيك مضروب طيران ما في حاجه من مدني احنا لسه قاعدين هنا لانه ما في امداد جه لانه والله الطيران اتاخر لانه انا بكره حاجه اوريك التفاصيل بتاعت المكالمات حتى مع الطيار جاي بعد ساعتين جاي يسوي شنو انت وتكلمك في حاجه منتظرين انه نتلموا ليه منتظرون نتلموا من اول من دعام يفكر في راسه يلقى الطياره فوق راسه بس يفكر انه داير يتحرك خطوتين بكره الصباح نشوفهم كلكم في المعامله كيف والقيادات حقينكم زي بتاع الفرقه 17 ودوين ما وداو جبت هيقول لك في تحقيق ليه وما الدين ما حيصل معه ليه نتيجة وينو أحمد الطيب ما في جبت وينو الربيع ما في جبت وانت اللي حتموت وانت اللي حيشردوك وانت اللي حيختصبوك وانت اللي حيختصبوا أهلك وانت اللي حيبيعوا بناتك انت الجياش المواطن ده كلامنا مع القيادة واضح أنا جاهز دك لأشيفه 40 طلقة ده التاشر فيه جاهز أنا واقف هنا بسوي في شنو أنا قاعد في المناقل بسوي في شنو أنا قاعد في الخياري بسوي في شنو؟ أنا قاعد في الفاو بسوي في شنو؟ تم أسبوع حسي قالوا القوات دي جاهزة والقوات الداخلة الخرطوم جاهزة، القوات الداخلة بحري جاهزة، حسي الجيش يا دوب بفكر قالوا إحنا بنفكر في وسائل لقطع النيل الأبيض وإنه بفكر في وسائل عن قطع بال النيل الأزرق، دارين تعملوا مراكب يا دوب دار تبنوا ابنوا المراكب حسي خلاص وقف العمليات العسكريه كلها عندنا طريقه واحده نقطع بها من ام درمان لبحري هي عن طريق المراكب امشي جيبوا لنا الحدادين وجيبوا لنا التصفيح بتاعهم وجيبوا لنا الموتورات الياماها ورسلوها جيبوها من اليابان تعال نربطها وطلعت المواصفات بتاعت مياه مالحه ودي طلعت مواصفات مياه عميقه يا اخوي دم الكوبري قدامك انت العشره الدبابات بتاعت الهيئه دي مرقون قدام وراهم 26 مدرعه مضاده للرصاص الطلقه بتاعت ال 23 والطلقه بتاعت القناصه
خمسة دقائق احنا قاعدين جوه المجرن، كان الله يحب المحسنين، حاصرنا توتي، دورنا مسيراتنا، ضربنا التسع مراكب بتاعت الدعم السريع، اخذتناها قوه احتياطيه عشان يهربوا بها من توتي، دمرت عليهم حاصرتهم جوه، يا سلم يا بغرقك. دي دار لها استراتيجيه عسكريه، دي دار لها تخطيط ويا سرعتها يجتمع مع البرهان، دي دار لها استخبارات روسيه واستخبارات ومعلومات من القمر الصناعي التركي، ما تنزل بالكوبري بتاع الحديد اللي انت مسيطر عليه في مدرمان، مسيطر عليه في شنو، ما تدور دبارتك دي تنزل به، وانا مشتري لك مدرع ب 7 مليون دولار لشنو؟ ما عشان تمشي بيها في ما قادر تسوقها، اديها لغيرك يا زول، ادوها لغيركم. قلنا الكلام ده قبل اسبوعين، ظهرت لنا تاتشيرات، ظهرت لنا متحركات الكرايل الشايل التاتشيرات الجديده، وبعدين وبعدين ده الدعم السريع حسي بحاصر في الجيلي، تاني ما بتخشوها، تاني ما بتقدر تخشها، لكن اللي عنده الرغبه يخش ويحرر الجيلي عشرات الالاف من المقاتلين في الفرقه الثالثه، نكون واضحين، الفرقه الثالثه الجيش ما حيديها تعليمات تتحرك على الجيلي، عشان الناس ما تامل فيها وتحسب فيها كثير. ننتهي من القصه دي. هسي ديل الهيئه، المجاهدين، قوات العمل الخاص، الناس دي متخوفه من دخول الجيلي لانه الباك اب ظهرهم السند بالقوات المسلحه، الفرقه الثالثه ما حيديها تعليمات. ملابس كاكي. زيه زي الحفيان المفروض يخش لنا السوق ليبيا. انتظروا الاسبوع الجاي حتشوفوا 72 ساعه حتشوفوا، ودوا القوه بتاعته من ام درمان مشت اتسلحت في برصان، جو راكبين تاتشيراتهم السوداء دي بالدفاع، سلاح الدعم السريع ما عنده، كلكم شفتوها، ما اقل من 500 تاتشر كلكم شفتوها. سوق ليبيا ده ليوم الدين، لما نيجي سيدنا ليبيا ذاته حاضر ما حيخشوا الحفيان، ما كاك اخضر والله ما يخشوا، والله ما يخشوا، اسمع الحليفه دي اقسم بالله ما يخشوا الحفيان. ادونا سلاح لاولادنا هنا، اولاد مبدل الفرقه بتاعتنا دي، ودوهم سلاح ودوهم امداد، 13 نفر بيكونوا شايلين ثلاثه كلاشات. يا اخواننا تعالوا استلموا مننا الارتكازات بتاعت المبدل المتقدمه، خلونا بنخش احنا سوق ليبيا وبنخش راس الشيطان، الكلام ده انا قلته هنا قبل شهر. الجيش متحرك ليه؟ ولا الهيئه؟ الخريف انتهى، الخريف انتهى، انا كل يوم بقول لكم في شهر 9 ده شوفوا الكذبات اللي حتجي، في شهر 9 شوفوا الكذبات اللي حتجي، مليون زول، مليون مصدر في القوات المسلحه، كل واحد يرسل لك براو، اسمع والله نصر من الله وفتح قريب، ساحه الصفر من بكره، ساحه الصفر، انت وحيد اديتني كم ساعه الصفر، بتعرف كم زول في الجيش انت من الهيئه ومن الجيش ومن الاحتياط، انت اديتني كم ساعه صفر يا وحيد؟ انت يا غسان اديتني كم ساعه صفر؟ انت يا دراكولا اديتني كم ساعه صفر؟ خلال شهر 9 اديتوني كم ساعه صفر؟ اصبر بكره بعد بكره الناس زي المتحركين، الجمعه اللي فاتت الناس لبست، دونوا لينا غندهار طيران، القوه مشت تخش غندهار من الساعه 5 صباحا. الزول الثالث في الجيش ده قال لهم تعالوا ارجعوا، الكلام الطالع انه يا سرعات ضرب باللاسلكي قال القوة كما كنت. الزول الثالث في الجيش ضرب للناس اللي كانوا داخلين سوق ليبيا ومبدات. قال لهم كما كنت. ده كلام الجيش، انا جبته، انا شغال مع ياسر ده بعرفه. انا بعرف ياسر. مالكم ما مشيتوا ما لابسين العمليات ولابسين الكفوف من الساعة 2 صباحا. واقفل الاتصالات واقطع الاتصالات ولما نمشي وحنوريكم صور من الميدان وحنرفع لكم صور من مبدل، الكلام ده الاسبوع اللي فات مالكم ما مشيتوا. في اخر لحظه سيادته وقف الشغل، سيادته ده منو اللي وقف الشغل؟ ليه وقف الشغل؟ ليه وقف الشغل؟ لما نجي نحارب بنحدد، احنا عندنا هدف، ماشيين وين يا اخواننا؟ ماشيين سوق ليبيا، ما استخباراتنا من الارض، استخبارات المضاده، المصادر المزروعه في الدعم السريع، مصادرنا المزروعه جوه سوق ليبيا من المتعاونين، عندنا طيارات بتاعت ارصاد وطيارات بتاعت ترصد وتجسس، عندنا قاعدين نقطع الاتصالات حقت الدعم السريع، اي دعام عام في السودان احنا شايفينه. انا الفيديوهات اللي نزلتها ليكم ده عشان اوريكم مقدره القوات المسلحه، بالاقمار الصناعيه وبالمسيرات، اي زول في بحر احنا شايفينه. اي زول حائن في بحر الجيش ده شايفه. لحد المصفى، جوه المصفى احنا شايفينك. ما لك ما بتاخذ الاجراء، انا ده ما عندي له اجابه. انا ده ما عندي له اجابه. مالكم ما خشيتوا يا اخواننا؟ والله يا اخي سعدتوا ياسر العطا وقف الشغل. ياسر بقى يوقف؟ ما ياسر ده كان بيقول الناس تمشي، وياسر اللي بيقول الناس تتقدم،
وياسر بيقول احنا حنحرر واحنا مع ياسر. هو العارف معاناة مدرمان والخرطوم، هو شايف التدوين العنيف اللي بيجي يحصل في مدرمان. الناس الآمنت بقوات المسلحة، والناس الآمنت بأم درمان، والناس الآمنت بالسودان، الناس الجاس ساندت وقسمت التضحية مع أخوانهم في الجزيرة، هم دل قاعدين في مصر في اليوم بيخشوا 6 بصات في المعبر، أم درمان بيدخلوها 9 بصات يوميا. دل قاسموا أخوانهم في المحاصرين في 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 بابنوسة، وقاسموا أخوانهم المحاصرين في الفاشر، قاعدين في مصر مرتاحين، قاعدين في نهر النيل مرتاحين. يوم درمان بتتدون الدانات، الطالع من مسجد بيستهدفوه، الطالع من سوق بيستهدفوه. سيد الوالي السلام عليكم. التقارير الاستخباراتية سيد الوالي أي محل أنت بتمشيه بيحصل فيه تدوين، أنت مرصود. والتقارير بتاعت المضادة قالوا لك أساعدتك ما تتحرك. امبارح أنت كان في تدوين، مشيت السوق ومشيت فتحت لك مركز صحي اتدون الاثنين، جيت بالمسا دفنتوا الناس في المغابر، أنت تحركت اتدونت المغابر، صح ولا غلط يا ناس مدرمان؟ سيد الوالي ما تتحرك تاني. الطابور ده معاك انت، انت المرصود. احنا بنتكلم عن انه انت حولك ناس بيجوا غحاته. بتكلم عن مستشفى النو فيه ناس بيرفعوا تقارير في القوات المسلحه، لكن المضاده الاستخبارات الناس دي قاعده بس يشوفوا السودان ده، دار يشوفوه انت دارين يشوفوا السودان ده يتدمر بس. لا زول دار يتحرك، لا ينادي زول في تحقيق. السيد الوالي انا ما تتحرك، بس في مكتبك الدارك يجيك في المكتب، قاعدين معاك الجواسيس مكتبك ما بتدون لانه هون قاعدين جوا المكتب، لكن مين تطلع برا تمشي من حته بتتدون، ما تتدون، ما ما ما, ما تحوم في مدرمان. الخطوه بتاعت انه الليله قفلوا سوق صابرين، الناس مستاء، كيف مستائين؟ ما احنا لازم نتحرك نشوف الناس اللي بيرفعوا المصادر من الميدان ديل منه. تكفيل السوق بتاع صابرين الليله متاخر، خطوه متاخره، كل يوم تحصل كرتنه زي دي، كبسه بدون مقدمات. ما تعلي انه احنا ماشيين نقفل سوق صابرين، تجي الطاره دي تقفل واوي تخش جوا السوق ده دكاكين فارش طبليه غيامه كرتين، السوق ده فوق وتحت. الليله مرقوا كميه الذهب اللي مرقوها دي، اجهزه الاتصال متعاونين فوق 13 راجل ومره، كلهم متعاونين، هم اللي بيصححوا الاحداثيات. قفل السوق ده كل يوم، الدار يشتغل في السوق ده يكون عارف انه هو مراقب، وانه السوق ده والله تحصل وطلقه في الميدان طوالي، اي متعاون اي مراقب طوالي في الميدان، محكمه ميدان تنادوا الناس يشوفوه، تنادوا الناس يعدموه قدام الناس اللي بتتلاعبوا بارواح الناس. يا ياسر عاطف من درمان، المدافع والهاونات اللي بتدون دي في عربات متحركه، انا اجيب لك قمر صناعي وكتسخن ما قادر تكتشف ليه المدفع ده بيقعد 45 دقيقه يدون من نفس الحته، 45 دقيقه انت ما قادر تكتشفه ليه؟ داير بالقمر الصناعي شنو انت ثاني؟ داير بالمسيرات شنو انت؟ دايرين بالمعلومات اللي بتترفع لكم من الارض شنو؟ ما هو ده التدوين بيجينا من سوق ليبيا، السيد الحفيان ده قاعد، السيد الحفيان قاعد ماسك القوات الخاصه، مش القوه خاصه، الزول ده ماسك هيئة القوات الخاصة، قوات السودانية الصاقعة، الناس مدربة أعلى تدريب، غالبا نخش السوق ده منتظرين إمداد، منتظرين أحسن تسليح، يكونوا عارفين الدعامة، الدعامة السلاح اللي أنتوا دار تاخدوه، القوة دار تاخدوه، الجياش الجدية دار تاخدوه، يا هون بتاع القوات الخاصة بتاعين اللي هو الحفيان. ما تخش سوق ليبيا دي تنظف المدافع دي، أنت راجين شنو؟ والله التدوين بيجي من برا مدرمان، كده نضف لي سوق ليبيا، كده نضف لي الصالحه، كده نضف لي جامعه مدرمان الاسلاميه، كده نفتح لي المتحركات دي بيجاي. الموضوع ده ما بالسهوله دي، ليه ما بالسهوله دي؟ ما دبابه باخدها قصاد العماره بنزلها، انت العماره دي حقتك؟ امبارح انا رافع احداثيات لمبنى سيده بيته معروف، رفعت الاحداثيات قلت لهم، وده كلام السيد البيت، قال لكم نزلوا الواطه. قلنا له يا اخي ربنا يخلف عليك والعوض من الله، قال لي يا اخي دي ما شغلتك، الله يعوضني ما يعوضني دي ما شغلتك، نزلوا العماره دي هسه الواطه، جيراننا قالوا فيها دعامه وخاتين فيها اسلحه وخاتين فيها ذخيره، العماره دي تنزل الواطه وانا سيده وده تسجيلي ودي كتابتي ورفعتها للجيش، تاني في شنو؟ الدروع الله يديكم العافيه، كيف اخباركم؟ لما تقولوا لي يا اخي ديك هناك الرواد، الرواد دي تنزلها لي في الواطه بعدين نشوف احنا نصلها كيف الطريق الى الرواد. اجدادنا القاتلوا في السودان ديل ما سلمونا الخرطوم فيها مطار،
ولا سلمونا فيها مبنى بترول، ولا سلمونا شارع نيل زلط، ولا سلمونا قصرين جمهوريات، ولا سلمونا وزارات، ولا سلمونا لا أرض جرداء قاحلة ماتوا فيها الآلاف والملايين، فدوها بدمائهم، فدوها بأعراضهم. وتكررت الحاجة دي تاني. أنا ما سألتك حسي قلت لك حافظ على المبنى، أنا بقول لك حافظ على روح المواطن السوداني. عمارة فيها تدين ما تنزل الواطة، المشكلة وين يعني؟ الطيارة اللي بتضرب في المتحركات دي، انت كيف تخلي لك قناصة يثبت فرقة كاملة، فرقة المدرعات مثبتة قناص، وانت بجاي بتقول لي انا بضرب في الامدادات بتاعت الدعم السريع الداخلي من تشاد، والطيارات اللي بتنزل في نيالة يقول لنا دي اشاعات. احنا ما عندنا شغل اشاعة، كيف يعني يثبت وينفيها الجيش ببيان رسمي؟ في طيارة نزلت ولا ما في طيارة نزلت؟ لانه قناة الحدث والعربية جايبين انه في طيارة نزلت، لانه في مواطنين جوا اتشال التليفونات، ولكن لحقوا صوروا المخازن ولحقوا صوروا انه في طياره. الكلام ده لو طلع بعدين دي كارثه للقوات المسلحه، دي كارثه واحباط للقوات المسلحه. ماشي اضرب ليه متحرك في حمره الشيخ وانت قناص قاعد في الرواد ما قدرت تضربه؟ احنا بنفكر وبنخطط ليه قناص؟ بنفكر ونخطط ليه قناص؟ لو الدعم السريع ده كان عنده طيران كنت عملته شنو طيب؟ لانه انا في زول بيقول لي ما تقتل الزول، في زول بيقول لي ما تتحرك. نتحرك العمل العدائي 15 نفر كل يوم والتاني مش يضربوا لهم بيتين ويجوا راجعين. جبره دي فيها كم الف بيت، فيها كم مربع، لما نخلصهم بعدين يجوا العمل الخاص، بعدين تجي القوات بتاعت الهيئه، بعدين يجوا ناس الجيش، بعدين تجي المدرعات، بعدين نعمل خنادقنا. الكلام ده دار ينتهي سنه كم يعني؟ طيب يا اخي انتبهوا لنا وللصحه. انا الليله عندي تقرير عن الاغاثه المسربه في كسلة، والتصريحات واجتماعات بين الناس اللي بيغيثون الكويت والسعوديه بيتكلم عن انه تماسيحنا احنا اللصوص اللي قاعدين في الدوله دي من مجلس السياده فوق ليه تحت، بيتكلم عن انه انت ما ممكن تسرق 100%. يعني اغاثه مكتوب فيها توزع مجانا، تتعرض في السوق والمخابرات حايمه، انت وقت ما قبضتوا الدعامه ولا قبضتوا المسيرات حقتهم، ولا قبضتوا المتعاونين، ولا قبضتوا نقاط الارتكاز والتفتيش. واحد بيقول لي امبارح من المعبر هناك بيقول لي المعبر ده فاتح، الشارع ده فاتح من المعبر لحد ما تخش عبره، تفتيش وهمي وبيمسكوا في الناس الغلط، الزول ما بيكون شكله اصلا ذاته شايل حاجه. واضح نفس الزول اللي يفتشوا كلهم، والزول اللي بيكون شايل ما بعينوا له او مدفوع له او ما تفهم الحاصل. انا ما عارف، بيتكلموا عن انه يا اخي اللي غاس جاد قالوا الدول بكفي افريقيا كلها، لسه احنا والله العظيم حاجه حكوميه واحده ما جت، لسه احنا حتى الان اغاثه وصلت. الاغاثه المردمه حسي في مخازن الخرطوم دي ما توزعت دي لشنو؟ كان فيها مشكله، انا ما متابع الموضوع، حسي منديكم هبشه كده. في اغاثه قاعده في ولايه الخرطوم ما توزعت، المشكله وين؟ الاغاثه دي الماسكه منو ومشكلتها شنو يا سيد الوالي؟ الأدوية، كمية الأدوية معروضة في الأسواق؟ معروضة في الأسواق جايبة مجان، بتتعرض في الأسواق كيف؟ ما معروف الزول السربه منه، استلمها فلان وزعها وين؟ خدتها في المخزن ده، أداها منه من المحلية فلان الفلاني، وصلت السوق كيف؟ ولسه هو بسرب تاني. طيارات بالعشرات بتنزل، بالأطنان بتنزل بتبيعوها في السوق. أنتوا لا يمكن تنتصروا، أنت ما حتنتصر معانا. وهو احنا لازم لو ما نظفناك انت احنا ما حنقدر ننتصر، احنا ما حنقدر ننتصر. المواطنين الليله قياده عامه قاعدين يموتوا في بري بالحميات، حمى بتقتل المواطنين. كانت لها في الاسبوع اللي فات 211 نفر جوه الخرطوم بينهم وبين القياده العامه، بس المطار احنا المطار ماسكين نصه، وعندنا ارتكاز وعندنا الدفاع وفي القناصه. يا اخي ما تجيبوا الدبابه دي، اي عماره فاتحه في المطار نزل الطابق حقها، اي عماره. شوف انت عشان ما طلعت من القياده ولا قادر تتحرك ولا قادر تحمي ناس بري وناس اركويت. اخر فيديو جاكم من اركويت 200، اخر فيديو جاتكم من المواطنين في الصحافه 200، اخر فيديو جاكم من شنبات 200. اليوم ذاك احنا بنناشد السيد والي ولايه الخرطوم، بنقول له احنا المدنيين المواطنين قطعنا مشينا لحد حطب، في ناس خدت لنا الصوره بتاعت وحيد بلكاكي وبيقول لك عن الجيش بقى هامل مواطن ملكي بخاطب القوه المسلحه في 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 حطب. انت عارف انه 18 شهر 19 شهر ما في الراجل قطع من الدرمان مشى بحري؟
عارف انه لا والي الخرطوم لا معتمد بحري لا قيادة القوات المسلحة لا البرهان لا ياسر عطا قطع بهناك شاف الناس قاعدة كيف؟ ما في مسؤول حكومي واحد قطع بهناك؟ لكن طالعين يقول لك كنت الجيش ده بقى هامل الكاكي بتاعكم انت ما تبقى راجل اقطع بهناك وتخاطبون انت طيب ما تخلي الرجال اللي لابسين كاكي ودبابير ديل اللي قطعوا بحري يشوفوا فيها شنو؟ اللي مش نشوف التكدس بتاع المواطنين بير واحدة بتسقي الجيش بتسقي أربع معسكرات بتسقي لها 50 تكية التكية الواحدة فيها آلاف الناس الناس من مرحلة الجوع والفقر بيخطوا الحلل في النار موية بس بتغلي والفيديو قاعد وشفتوه وحنزله ليكم تاني بيخطوا الموية بتغلي ما معروف الرزق يجي من وين لحد الساعة 4 ظهر 5 ظهر الموية بتغلي يكبوا فيها فاصوليا يكبوا فيها عدس دارين ليهم محولات بتاعت طاقة شمسية 3-4 بطاطير بدوروا الآبار بتاعت الموية مسؤول واحد قطع بهناك مف أنا هسي بوجه الكلام ده لمجلس السيادة وبوجه الكلام ده للسيد الوالي بكرة الصباح معتمد بحري ده قطع البحر مشى مرحب ما مشى يتعين مسؤول معتمد لبحري عسكري داخل القيادة بتاعت حطاب يدعم له مكتب هناك وياخذ صلاحيات المعتمد يخاطبك انت باتصال مباشر دارين دقيق تجيبوه انزال تجيبوه تدوه للدعامه يوصلوه تدوه لمتعاون تدوه لمهرب سلاح دي موضوع مسؤوليتك انت انت والي الخرطوم ما والي ام درمان بس ام درمان دي ما امن الجيش ولا امن الوالي ولا امن البرهان امن المواطن امن المواطن اللي ما طلع من بيته لما جيت وقلت لهم في ام درمان القديمه امرقوا قلنا لهم زي ما عملت لهم في الكلاك لما في زول فارق ام درمان دي قعدوا في المدارس قعدوا في مراكز الايواء وبيته قدامه بتنهب كان نهبوا الجيش ولا الدعم السريع ما مرق خلى ام درمان ده خلى الوالي حسي يتحرك وده خلى الوالي حسي يبيعنا الكهرباء وده الحسي خلى المحليه تصادر المحلات ولا تيجي بتاع صيدليه تدفعوا 5 مليار بوزع الدواء مجانا للقوات المسلحه انتوا كنتوا وين انتوا كنتوا وين دايرين نفرض هيبه الدوله امشي افرضها في بحري بتصلوا بحري كيف ما احنا الملكيه اللي بنلبس كاكي وبنخاطب الجيش قدرنا نصل بحري انت العسكري اللي لابس كاكي ومسؤول الدوله الدستوري اتصرف امشي بحري بطريقتك ما تسالني وصلت كيف الكلام ده يكون واضح والناس يخطوا حلقه في اضانه احنا والله العظيم المعركه دي غير النظافه ما عندها حاجه هسه الكلام ده انا بفته للناس عربي واضح باجي من الصباح بقول احنا عملنا وفعلنا وتركنا والوالي ما سوى والمسؤول ما سوى وقائد المنطقه العسكريه ما فعل وفلان ما فعل وفلان ما فعل بالعربي الواضح عندنا قافلة حسي حنوديها بحري ترتيبات القافلة شغالين فيها حنشيل فيها الطاقة الشمسية حنشيل فيها الأكل لكل التكايا 50 يصلون حنشيل فيها أدوية الأدوية بتصل بكرة بإذن الله حنشيل فيها معدات الرش اللي انتوا شفتوها يا دوب الحمد لله خلصناها منتظرين ناس الهيئة دي يشحنوها عشان ما نخش في شربكة يشحنوها أنا حيشحنوها ناس هيئة العمليات جهاز الأمن حتنزل في معسكر سوركاب من معسكر سوركاب حتتوزع للمعسكرات العسكريه دي ناس الجيش عندنا مندوبين ثلاثه حيمشوا يستلموا باقي الحاجات في حاجات حتمشي الولايات في حاجات حتمشي داخل محليه الخرطوم في حتات حنوصلها لها تهريب في حتات حنوصلها لها باي طريقه واحد اثنين انا حسي بعلن تكفلي دايرين الطيارات بتاعت الرشل في وادي حلفه ما عندها حاجه هناك في دونغولا في الشماليه بتاعت الزراعه ترشوا لنا المبيدات بنجيبها لكم بالبراميل لانه العمليه بتاعت الرش المحموله في العربات ولا المحموله في الاكتف دي ما حتعالج مشكله، احنا دايرين الرش ده يصل بري ودايرين الرش يصل الناصر ودايرين الرش يصل الجريف ودايرين الرش يصل المعموره والكويت والرياض والحتات المحاصره اللي فيها مواطنين الدعامه واهلهم وابو اهلهم ذاته يموتوا ما عندنا لهم حاجه. مواطنين اللي ما قادرين نصلهم نحررهم على الاقل الرش بتاع المبيدات ده يصلهم. تطلع الطيارات دي تروش على ارتفاعات عاليه في مناطق امنه الهواء بيجيبها بس نتصرف احنا نعمل حاجه. هسه انا بقترح حسي الطيارات بتاعت الرش القاعده في الولايات الامنه، القاعده في عطبر، القاعده في نهر النيل، القاعده في الشماليه، القاعده في مشروع زادنا، القاعده في 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 دونغول، القاعده في الدبه، احنا بكره الصباح ممكن نجيبها لكم لحد حتتكم براميل المبيدات دي، ترش السودان ده كله لكن ما في دار تتحرك. الوالي قاعد يقول لي في امن الولايه واحنا اجتماعنا مع اللجنه ما فيكم زول شغال حاجه. ما فيكم زول شغال حاجه. أنا مكلفك كمواطن وبدفع عليك عشان تحل لي مشكلة، مش السنة كلها تمسك الميكروفونات تقعدوا قصادنا تتبكوا وتشكوا.
أوضاع الحرب أثرت على الوضع الاقتصادي، أوضاع الحرب أثرت على عملية التجارة، أوضاع الحرب أثرت على سريان النيل، أوضاع الحرب أثرت على المشروع الزراعي، بس بتعرفوا تتبكوا. مدخلات الولاية تأثرت بالحاصل الناتج البتاع، الطرق القومية بس بتعرفوا ليه وده اللي بتعرفوا ليه، أدينا حل. أدينا حل. رفعنا الكلام إلى حكومة بورسودان ما استجابت، إيه هو ده بس أموركم دي. هسي كلامنا واضح، احنا بحري دي حننقذها، بحري قوات المسلحه صامده، البرهان ما اداهم تعليمات تحرك ولا اداهم توجيهات بتاع التحرك ولا شاف الناقص عندهم شنو. عديل بقول لكم كده، اذا البرهان شاف في شنو، اذا شاف الناقص شنو، جيش حطاب ده بيتحرك والله يحرر لحد افريقيا الوسطى. احنا في حطاب وفي بحري وفي الكدر وفي سلاح الاسلحه وفي الاشاره معتمدين على العمل الخاص، مشيلينهم بحري ونهر النيل ومشيلينهم شرق النيل والجيلي 300 مقاتل. بعد ده كله في عملية بتاعت فساد من ضباط الليلة بفيديوهاتها بصورها. أنا والله لولا معزة بحري ولولا مكانة بحري أنا الليلة دي كنت نازل حخوض معهم جولة. فحسي كلامي واضح، بيمسكوا الدعامة فيكوهم زي ما بتحصل في الدبة، حسي بيمسكوا الدعامة فيكون والله العظيم. شوف واتمسكت فيها قائد واتمسك فيها ضابط، هسي لسه الحاجه دي مستمره، بيمسكوا الدعامه في الكون عشان قروش. يا اخي انت ممكن تبيع، ممكن تمسك فساد، انت الدعامه ده ما اصلا مجرم، شيل منه القروش، انت ليه امين كده يعني؟ يعني الدعامه التزم معاك بقروش انه تفكه، انت ليه فاكيه؟ يعني خلاص انه انا ما بقدر، وطب انت ما غادر امك وابوك وغادر الجيش، شيل الرقعه دي خدتها في جيبك وسوق الدعامه تربسه ثاني، الحيحاسبك منه؟ شيل الرقعة دي حولتوها في حساباتكم وبنكك، شيل الدعامة ما تخليه يطلع. ما هو لكن ادانا قروش والتزمنا معه، ما امك ملتزمة معاك، ما الشعب ملتزم معاك، ما القوات المسلحة ملتزمة معاك، ما البلد كلها ملتزمة معاك وحالف لنا غصم، تخوننا احنا ما قدرت تخون الدعامة. في قحاته ديل الله عز وجل ارسلوا الليل عشان يزيدوا وطنيتنا ويزيدوا وعينا وفهمنا. لولا وجود القحاته لما توحد الشعب السوداني، لولا انه كان في كان في تجمع مهنيين وقحاته حريه وتغيير، الناس ما كانت عرفت الـ 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 الوطنية من العمالة، ما كان في نموذج واضح للوضوح ده. قحات الآن بيقولوا ان احنا كنا بنهاجم فيهم، احنا بنقول لهم الهجوم لسه ما جاء، الهجوم الكامل بالملف ما جاء. يعني من القحات اللي بيتكلموا يقول لك ده رمزية بتاعت نضال، الزول ده هو ما رمز نضال، الزول ده حرامي بتاع أراضي، ممسوك حرامي بتاع اراضي، واحد من ايقونات الثوره، وحسي كان متربس هيكات. لكن ده يقول لك الانصرافي كان بيضرب في الرموز ديل. انا جيت قلت له وجدي صالح قول للناس عندنا 17 مليار، انا جيت قلت له محمد عصمت قول للناس عندنا 64 مليار حنجيبها لكم بكره، انا جيت قلت له محمد الفكي قول البشير عنده 20 مليون دولار تجنب كل شهر، أنا جيت لي يا حمدوك قلت له أرفع الدولار من 45 بقيه 550. لكن أنا جيت قلت لي يا حمدوك أعمل لجنة تحقيق في الشهداء، أنا اللي كنت بقول الكلام ده عشان الناس ما يطلعوا بيكون صولة. كنت يوميا بطلع بخاطب حمدوك ليل ونهار ثلاثة مرات في اليوم، يا حمدوك أعمل لجنة تحقيق، عمل اللجنة الدالة نبيل أديب لحد ما مشى حمدوك ومشى نبيل حق شهيد واحد ما جابه. الفضيحة ما هنا، الفضيحة في 198 شهيد اللي قاعدين في مشرحة التميز، قحت بقرارات منها انه الشهداء ديل ما يدفنوا، عارفين ليه؟ عشان يحسبوا بيهم العساكر يقول لهم انتوا ديل في فضل الاعتصام. قحت ما قدامكم، انا ما كنت معاها بشوي في صورة ما معش المشهد فكت المساجين في وعملت العصابات بتاعت تسعة طويلة، ما معش المشهد غرب مدرمان قالت المغابر اللي فيها 4400 قتيل ديل قتلون النظام البائد وقتلون في فضل الاعتصام، والمغابر دي معموله من سنه 2012 بتاعت المجهولين، عندها تصديق وعندها تحري وعندها وكيل نيابه، وجزء من القحاته وكلاء النيابه صدقوا على موت الناس ديل.
شافوا شهادات الوفاة بتاعت المجهولين، لكن قرارات من حمدوك وياسر عرمان وخالد سيلك ممنوع تدفن ولا حتى الأطفال. المشارح دي أشرحوا لي في زمن قحط مكدسة فيها أطفال عمره شهرين، ليه ما تدفنوا؟ يقول لك لا ممنوع إنك تدفن زول. هسي المشارح دي في نص الحرب دي مشرحة مدرمان فيها 3000 جثة، يجي يقول لك أنت بتشوه في القحاتة، والقحاتة زول بعد ما أنا بشوه في سمعته وبشوه في القحاتي، وكنت معول في تهديم لما جات معركة الحق والكرامة وقفت مع منيها بطالة على الميتين، كل ميتين اجابكم واقفين مع منين تحسي واقفين مع منو بيعملوا في تحقيق للبص اللي انضرب قالوا فيه مدنيين وما شفناه، ونعملوا تحقيق في الفاشر اللي يوميا بتهاجم دي الدعم السريع بهاجم الفاشر لشنو؟ ما تعمل تحقيق؟ الدعم السريع بكتل في الجزيرة بيعمل في مجازر بتعترف بها الأمم المتحدة، ما تعمل تحقيق. الليلة التقرير بتاع الأمم المتحدة سمعتوها قحاتة بيقول لك بالشوي، هسي في قحاتة واقف مع القوات المسلحة؟ في قحاتي واقف مع الشعب السوداني؟ في قحاتي بدين الدعم السريع علنا وبيقول ناخذ تجاههم إجراءات؟ بيقول نحظر سلاح الإمارات ولا بيطلعوا يشكروا الإمارات؟ بيقول لك بالشوي في سمعتنا، ما انتوا من يومكم أصلا دعامة. الله عز وجل ألهمنا في 2019 طلعت قلت أي ناشط تابع لقحط دعامي، وبقول لكم الناشطين اللي كانوا بهاجموني في 2019 وما زالوا حسي بيترمموا ويأكلوا في قروش الجوني عطال الرمم المجدعة والمجدوعين في جدة ولا المجدوعين في أديس، انتوا بيأكلوا من قروش منو انتوا؟ وانتوا بعدين حتخشوا السودان وفضايحكم ما حتطلع، يعني التطاول وقلة الأدب دي بعدين احنا ما عندنا فيها رحمة. أنا حسابي مع قحط ماجة تكونوا فاهمين، ولا بسألكم ولا بسأل أهلكم ولا بسأل أمهاتكم ولا بسأل فيكم زول. بعدين تلاحظوا أنا مشاكلي معاكم قاعد أحصرها في أشخاصكم، لكن أنتوا عارفين أنا دافي ليكم شنو. أنا بالعربي كده حبتر أساسكم، أنتوا البلد دي تانا ما بتدقوها ولا بتقوم بزرتكم السيئة دي في السودان، تكونوا فاهمين الكلام. اللي عنده مزرعة اللي عنده واطل عنده بيت زي ما قال خالد سيلك قال لي أنا بيشوفني قاعد في السودان، كلامك ده قلت لك 4 شهور أنت، حتى في مناطق سيطرة الدعم السريع لو جاء عمك سيلك ذاته ما بتقدر تخشها، أبقى راجل خشها، أنت ما خايف مني أنا، أنت خايف من الدعامة عارف هيعمل فيك شنو، ما تمشي مناطق سيطرة الدعم السريع، ما أنت محايد، بورسودان أبتك امشي لهم في حتتهم المسيطرين فيها كالراجل. اطلع المبعوث الأمريكي يدين الدعم السريع قحط ثابته، يقول لك احنا انتوا كنتوا بتستهدفونا، خلاص ما تدعم القوات المسلحه، ما في قحط يدعم الجيش. الليله الحزب الشيوعي مش عمل تحالف مع الحلو. الليله دي الحلو مش تحالف مع حمدوك، مش تحالف مع الميليشيا القاعد في اوغندا، القاعد في 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 في, في اديس، القاعد في كينيا، الحلو الليله الحزب الشيوعي بيتحالف معه. بيسمينه المهمشين والغلابة الكلام ده بيجي يا أخوانا. قحاتة ما تدعم القوات المسلحة، ما تكتبوا قصائد في الجيش، ما دارين نكون أدينوا الدعم السريع وطالبوا باتخاذ إجراءات. الليلة دي من ناوي كتب شنو عن تقرير الأمم المتحدة بدا عن الأيام، بدا عن الأيام. قرأت بيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر بلغة شديدة اللهجة يدين لأول مرة منذ اندلاع هذه الحرب، ومع ذلك فإننا نطالب باتخاذ خطوات متقدمة نحو تجريم قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية على أساس الجرائم التي ارتكبتها. الاتحاد الأوروبي الليلة أدان الدعم السريع، لكن القحاتة بيطلع يقول لك الانصراف يهاجم رموز، انت ده من الرمز ده؟ وجدي صالح، وجدي صالح الليلة طالع بيتكلم كلام هرطغة، بيقول الواقفين مع الجيش هم الواقفين مع الحرب. وجدي طارت له وراحت له، وجدي ما بيقدر يتكلم في نضال وثبات حزب البحث في العراق. المقاومة الشعبية أعلن صدام حسين صاحب حزب البحث رئيس. وجدي صالح لما انطلع في مؤتمر صحفي قبل ما يسقط سقوطه الفاضح واكتشف على حقيقته، كان خط صورة صدام حسين في المؤتمر. ده وجدي صالح اللي بيقول لك الإرهابيين والإسلاميين والذين يدعون الحق. انت خطي صورة صدام ليه؟ صدام ما دعا للمقاومة، انت عندك فوراي؟ صدام مش قاد المقاومة الشعبية؟ صدام مش اتقبض في حفرة في مزرعة بتاعت مواطن؟ مش كان قائد المقاومة في الفلوجة؟ مش كان بيقطع الفرات ودجلة؟
مش كان عنده ناطق رسمي بالصحاف والصحاف ملس مرق الكاكي بقلابس جلابية وعمة بيقول لك الليلة والسيد القائد العام في الشارع الليلة احنا لما نعمل مقاومة احنا دعاة حرب يا ودي. لا يمكن ليوم الدين ليوم الدين قحط تصل مستوى وعي الشعب السوداني والحر. انا دار خاطب وجدي صالح ده وخاطب الرمم الجزم بالذات بتاع حزب البحث كوادرهم في الجيش وبره. اخوانا انتوا فاهمين سر الحياة دي شنو؟ الحياة دي صراع. الناس تركز معي كويس ما تعملوا اي حاجة ما تكتبوا ما تتونسوا ما تردوا ما تعلقوا ما تسويش بس ركز في الكلام اللي انا بقول فيه ده. لا انت سمحت يا ودي ولا هتسمعه تاني. الحياة دي يا ودي صراع بين الحق والباطل. مش فاهمين النادي؟ الصراع بين الحق والباطل بياخد مناحي. الحق ذاته ما كله كامل حق. الحق ذاته جواه في باطل. ولا شنو؟ احنا النبي صلى الله عليه وسلم فتح اذهاننا للمسألة دي. قال 72 فرقة مالون يهود لا 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 منافقين لا لا مسلمين قال حيمشوا النار. ما هو ده الجو الحق مسلمين ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما الحق بيور أصلا الحق ذاته بيتقسم جوا فيه حق وفيه باطل. الطريق صعب يا ودي. بعد شوية المرحلة بتاعت الصراع تحولت بين الأرض والسماء. الله عز وجل خلقنا احنا جينا من فوق. سيدنا آدم نزل الواطة. احنا ما جينا من الواطة طلعنا فوق. سيدنا آدم من فوق جنازل الواطة جنازل بكتابه وتوجيهاته. أولاد 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 أولاده بدوا يقوموا يعارضوا في الكتب دي. الواحد ما عنده استغلالية وحرية دار ينشئ حضارة مفصولة عن حضارة الإله. أخلق شجرة ما بقدر أخلق نار ما بقدر أخلق موية ما بقدر لكن أنا بقدر أنشئ إمبراطورية. الإمبراطورية دي هي صراع بين الإنسان وتعليمات الخالق عز وجل باختصار كده. لما نأخذ دستور وفي دستور كاتبه إله المفروض تمشي لياته أنت. والله طبعا يا صرفة في العصر الحديث مين خشينا في الحتة دي خلاص احنا خشينا في الصراع. ما هو ده دستور كاتبه في المصحف قرآن متوجيهات حيحاسبوك بدستور وضعي حيحاسبوك بدستور 1929 الكتب دستور 29 نمشي حاسبنا لكن ده قرآن اللي حنمشي له قدام الإله عز وجل. فالصراع ده يا ودي تبلور لمرحلة ما. الكلام اللي حقوله لك ده يا ودي انت ما سمعته ركز فيه. المشكلة كلها لما نيجي البني آدم يحكم اعمل امبراطورية والسلطة لازم يكون في دين. لازم يكون في دين. احنا قبل كده قلنا العلمانية دي دين. ما هو في النهاية لما تلتزم بالحلال والحرام يبقى انت متبع عقيدة. لما تجيب في الإشارة لونها أحمر أنا لو قطعتها بتاع المرور حيديني إيصال. أنا خفت ما قطعتها التزمت بالحلال الأخضر والحرام الأحمر صح أي ده دين. أنت شايفه ما دي لا ده دين. ده دين العلمانية دين. الحاجة دي بتجي من وين يا ودي؟ العقيدة بتاعتك أنت وطريقة حكمك وسلطتك بتتطلب إنه أنا أعمل سلطة بعدين أجيب دين. الله عز وجل بيخاطبنا في سورة البقرة موضوع فرعون شنو هو أصلا؟ أنا ربكم الأعلى. ولو فرعون ده ما قال أنا ربكم الأعلى كان الليلة عنده مشكلة؟ أبدا. مش كان حيكون حاكم؟ أيوة حاكم ظالم لكن التاريخ حيحفظ له حيقول يا أخ والله وحد الرافدين صنع الإهرامات. لكن مشكلة فرعون الكبيرة الحساسية بتاعت المعيار العالي ما قدرت تتجاوزها شنو؟ إنه قال أنا ربكم الأعلى. عمل شنو؟ صنع الإمبراطورية والهرم وبعدين قال أنا إله. انت هسه يا ودي لما جيت حكمتني عملت نفس النظريه. جيت اول حاجه حكمتني بالديكتاتوريه قلت لي الوثيقه الدستوريه دي اللي بيطلع منها ده كوز قلنا احنا برا. قلت لي انتوا فيلول قلنا لك خير وعديله وزين. لما حكمت اول حاجه عملت شنو؟ لقيت في دين سابق في السودان قلت الدين ده اول حاجه امسحوا لي المطبع بتاعته. حصل ولا ما حصل؟ انا ما بتبلى عليهم مشوا للمصحف. حتى لو انت ما مسلم ولا ملحد ما ديك المانيا ديك فرنسا ديك امريكا ده المنول قبل كده جابوا في مطبع بتاع القرآن الكريم في دولة مسلمة يجيبوا فيها المثليين
خطوهم ليه ما خطيتهم في بيت حمدوك؟ تطلع واحدة تقول لك الانصرافي يهاجم ويشوي، انت والله العظيم تفى من الانصرافي ما تسوي، كف عليك وعلى الجابك ذاته. انا ما بتبلع عليك، انت فعلا مشيتوا، انتوا مشيتوا جيتوا الزول المدير الاغليميه بتاعت الجمعيه بتاعت المثليين في العالم الشرق الاوسط وبلاد ما وراء النهر، دي هي اسمها عز السلطان سودانيه، لما انا اتكلمت عنها مشت مسحت حساباتها كلها بتوجيهات من المخابرات انها تمسح حساباتها في الميديا كلها حتى في ويكيبيديا، وزلوا اللي بيع الكلب بتاع الدعم السريع ده عارف الموضوع ده ويشهد لي بالحاجه دي. انا خط الجوله دي واحد يجي يقول لك انتوا ماشيين ولا الانصراف اللي بيسب القران ويسب الخالق، بتنسب بيت القران والخالق؟ انا اللي عملته للقران انت ولا ابوك ما عمله؟ حس دي انا سكتت وريني انت عملت شنو؟ بدخل صفحاتنا الواحد فين بسم الله الرحمن الرحيم ما بشيره. هسه هذيك المعركه بتاع جمعيه القران الكريم كانت بين الحق والباطل، وقفت وصدت فيها، انت كنت وين؟ هسه انا وريتك دي القحات عملوا كده، اطلع سبهم ولا لعنهم، ولا انت ولا مزم الفقير بتاعك بيقدر يعمل الكلام ده، كلكم كلاب. الكارثه يا ودي انك انت عملت سلطه بعدين دار تجيب دين. الميزه بتاعت الاسلام انه يقول لك باغي ليوم القيامه، الموضوع ده ما معجزه ساي ولا كلام اتقال لانه احنا والله مؤمنين به، ولا لا لا، لانه الاسلام ده دين بعدين جاب السلطه. اي حاجه ثانيه في الدنيا ما ممكن مستحيل تجي زي الاسلام. اول حاجه بتعمل شنو؟ السلطه بعدين تجيب الدين. انت جيت وقلت يا اخ والله احنا هنوقف النظام العام، قلنا النظام العام ده احنا ما عندنا فيه مشكله، وقفوه وفيه قوانين قمعيه احنا ضدها والاسلام ما بالطريقه دي، لكن فيه مواد بتحافظ على الذوق العام، بتحافظ على يا اخوان موقف لي عربيتك مفتح الاربع ابواب حاضر مشغل لي راب في نص الشارع، انا هحاكمك بشنو؟ ما بالقانون بتاع النظام العام، انت لغيته لي كله. احنا سواسيه؟ لا ما احنا ما سواسيه، الحته دي سكن، الحته دي بيوت، الناس دارت تنوم، دي ما سواس، ما تتصعلق لي هنا، انا مالي ومالك بتسمع لي في البيت الحديقه ما عندي معك شغل انا يا زلمه، بتزعج فيني مالك انت؟ انا كنت زمان تجي واقف في نص الظل في شارع النيل بتغسل في عربيتك، انا كنت بحاكمك بقانون النظام العام، لكن لانه وزير العدل حمار وطلعت قلت له لو لقيت زول سب دين في الشارع ونبس امك عديل او بالشاكل مع زول وامك سمعت الكلام في الشارع ما بتقدر تحاسبه لانك لغيت قانون النظام العام، دي كانت الفوضى اللي بتصنع فيها دين اللا دين. انت عملت دين اللا دين، عملت السلطه القمعيه وثيقه دستوريه ما بيمضي عليها كوز، واي زول يتكلم في حمدوك فلولي، وانا صديت للمزاله دي وصبرت عليكم لما اندستكم وخليتكم مشردين تماما كما الكلاب. انا بوقفكم كده بكلمه مني، بقعدكم كده بكلمه مني. ايوه ايوه نعم ايوه. هسه انتوا بلاغاتكم المفتوحه دي فتح النائب العام براو، والكرفيس اللي حتجوا بعد انتوا قال لنا هي دي استجابه دعوه بلا عمل، ده عمل، انتوا تتكرفسوا وحتجوا راجعين السودان ده مكرفسين، لكن يا وجه لانك انت ما داري حضاره ولا ثقافه وزال مستلب ومستلب فكره ما فاهمه، انت بتتكلم عن المقاومه وانه الناس اللي بيدعوا لانه نصدوا للدعم السريع والتامر على السودان. لو قارنتها بالتجربه بتاع سيدك صدام حسين، ما صدام حسين حصل عليه التحالف اللي حصل على السودان ده ذاته. الأمة العربية والتحالف العربي والتحالف الأمريكي دخل سقط بغداد، صدلوا حسام صدام حسين بالمقاومة الشعبية. لما جينا في السودان قلت لي لا احنا دعاة حرب، قلت له الجاهل انا بوريك. فانت يا ودي مشروعك بيعتمد على صناعة السلطة بعدين اختراع دين. اي زول بيدينه؟ لا لا ما اي زول بيدينه، احنا ما غنم يا زول. اي زول بيدينه ده في فهمك انت. أنا وثلاثة أنفار مسلمين دارين نتحكم بطريقة معينة، أنت مالك ومالنا تتدخل فيها. أنت مالك ومالنا، المنهج ده ما حقك أنت براك، لما تطلع تقول لي أنا ما بخط الصورة دي لأن الصورة دي فيها خوف ورعب، صورة الزلزلة، صورة الزلزلة ثاني يقولها طفل من سنة أولى ابتدائي، نشوفك ذاتك بتتزلزل ولا بتتزلزل. لكن في المقابل تخط لي صورة الله عز وجل مع سيدنا آدم. أنت ما مش بتحترم في ديني، أنا ما بسوى حاجة عندك ولما نتكلم تقول لي ده فلول وده جيش. وده كوز. ايوه انت هنا صنعت السلطه الدكتاتوريه جاتك على مضض، قتلت الشهداء في الاعتصام وفضيت الاعتصام بالقوه عشان تفرض عليه دكتاتوريتك، بعدين جبت لي الدين حقك. ولكن الاسلام جاك دين اول حاجه بعدين جاب السلطه. احنا ديننا ده حساس جدا. الزول اللي بيمشي غلط بيتذكر له ليوم الدين، هسه النميري ده دكتاتور ولا ما دكتاتور؟ النميري ده دكتاتور ولا ما دكتاتور؟
دكتاتور ليه؟ لأنه خالف الشريعة اللي بيتكلم بها، قمع وظلم وسجل. لكن النميري عمل حاجة منذ عهد سيدنا أبو بكر الصديق ما عمل التاني، قتل له مرتد، جابوا حاكم وعلني عشان ما يجوك الجمهوريين والأحزاب يقول لك المفكر فكر في شنو، مسك كتاب لغى منه صور وقال دي ما بؤمن بها، ده مفكر تحمار ولا شنو، ده حرامي بتاعت مؤلفات. حتى كتابه اللي قال أنا أوحي لي به وبثلاثة طرق، أنا ما شفت كتاب كتبه محمود محمد طه. وين القرآن اللي اداك له ربنا سبحانه وتعالى؟ قاعد كده مؤلف له كتاب، المصحح بتاع المطبعة ممكن يمسح له ستة كلمات وراجعه وصحيحه، يقول لك ده كتاب مؤلف. بعدين يقول لك مقولة محمود محمد طه إنه هتتكرر في الإسلاميين والكيزان إنهم سيخرجون من البلاد ويدمرون كده، على الأقل جيب لي كتبه وين؟ واحد من الصعاليق المبارين اللي لقى الكيزان قام ألف له الشغلة دي، قام لصق له محمود اعمل لنا فيها صاحب نبوءة. مالو ما تنبأ بموته طيب وقت صاحب نبوة محمود محمد طه، مالك ما تنبأت بموتك؟ سيرفع إلى السماء، رفعت الله قاعد في مدفوس هنا وقضيها هنا لحد ما قيامة تقوم، انت صالوق ولا شنو؟ مفكر فكر في شنو، ده حرامي. وين مؤلفاته؟ وين مؤلفاته؟ انا ما لاقاني اجهل من الجمهوريين دي. الشيعة دل خلين ده موضوع تاني، التحت الشيعة دل هم الجمهوريين. محمود محمد طه الأعدم منه، نميري ليه ما بتتذكروا له الحاجة دي؟ لكن لأنه النميري كان ديكتاتور، لأنه ديننا حساس، لأنه عقيدتنا حساسة. حتى لو عملت لي حاجة كويسة أو عملت حاجة كعبة أنا بنسى ليك الكويس، لأنه الله سبحانه وتعالى إحنا الكمال ده ما بنصره. لكن العالم الآن يحتفظ بإنجازات هتلر، قاوم التحالف وصنع ألمانيا ووقف معه الشعب رغم إنه هو مجرم، قتل الناس. مالك مال بلجيكا أنت داخل اليونان؟ مالك مال الصحراء الغربية؟ أنا مشكلتك مع 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 روسيا هنا تحيجي تحل عليه في أفريقيا، تحل عليه في المغرب، وتحل عليه في 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 في, في شرق السودان، تدخلونا معه، ده مجرم. الآباء المؤسسين أنتوا قتلتوا شعوب قاعدة. قل لك اكتشفنا أمريكا كولومبو، اكتشفتها كيف وقاعدين فيها بشر؟ انت حمار ولا حضارة الهنود الحمر؟ انت مجرم. ولكن احنا بنحتفل بميلاد الاستغلالية، ده المجرمين. احنا 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 اصحاب العقيدة الحساسة. الزول اللي عمل حاجة كويسة وتاريخه كله كويس وفتوحات، يقول لك هارون الرشيد كان بتاع نسوان، والله الا ده كلام قالوا لك ابوك بالمناسبة. هارون الرشيد فتح سنة، جاهد سنة وحج سنة، بيجي ماشي بسوق الناس اللي بيلقاهم في الشارع كلهم، الغرة دي كلهم بيحج بهم. هارون الرشيد تتكلم فيه انت؟ لكن احنا لانه ديننا حساس شافوه مع السمرجحة خلاص هو هارون الرشيد بتاع نسوان. يا زول ده فاتح يا زول ده واصل السين دي هناك، انا بتاع نسوان واقف مع الجاري هناك في الركن ليه؟ ما مرة يحنك معاه يعني؟ لا بتاع نسوان يا زول، خدمت بتاع نسوان. بيتكلم واحد عن عمرو بن العاص، محمد علي المصري ده عامل ضجة، قال عمرو بن العاص احتل مصر. احتلها كيف يعني؟ انت عمرو بن العاص ده اول حاجة لولا مكانة مصر ما كان جاء هو الفتحة، ده واحد من الصحابة، ما الصحابة الساي. اسلم الناس وامن عمرو بن العاص، ده عنده ميزان وبراء عمرو بن العاص رضي الله عنه. يحرر مصر من الرومان، حرر مصر من الإقطاعيات والاستعباد، حرر القس القبطي بتاع مصر، ده كان قاعد بيعبد الله في الصحراء لأنه الرومانيين كانوا يفتشوا فيه رغم إنهم هم مسيحيين. هو اطلع قال إنه لولا الإسلام إحنا ما كان عبدنا الله ذاته، حتى المسيحيين هو الحرر. قال يا أخي غير لنا اللغة، وإنت دار تسوي بشنو باللغة الفرعونية؟ افرض انك كنت هسه في مصر بتتكلم فرعوني، كنت هتعمل يا حضاره دي ما قدرت فيك الطلاسم الطحنيط دي يعني؟ قدرت في كبا طحنيط مثلا؟ قدرت اشوف فرعون قال للناس عبدونا انا ربكم الاعلى؟ يعني قدرت اعرف شنو الرص الحجار ده مثلا تتكلم فرعوني؟ كنت هتعمل شنو يعني؟ انت سدت العالم، انت مصر هي رمانة العالم، هي واحده من اركان الارض الاربعه المثبته اي حاجه. مصر الناس اللي بتطاولوا في الإسلام والناس اللي بتطاولوا في اللغة، من تصدى للحاجة دي هم الشعب المصري، علماء مصر. كتبكم الليلة اللي بتقروها دي هم المحققين وهم المطلعين من المخطوطات، هم المستكشفين والمكتشفين، أصحاب الحضارة.
لكن لانه دخل مصر فتح مصر فاحنا بنتذكر له الحاجه الكعبه، لانه ديننا حساس. بنجيب الدين هو الدين هو الحياه، بعدين بنفتش السلطه. ما بتقدر تطلع حس عندك الولد دي بتاع ام رخامه دي بيعمل في شنو؟ اول حاجه طلع في التلفزيون قال العلماء دول يفسرون القران، تفسير القران هذول ايوه هذول يا زلت بتفسر نعم. وهذه التعقيدات والاصلاح وجماعه الاصلاح، مثلا الجماعه تربس لك في التربس. اول حاجه امسك غير الدين ده، ما داري يجيب سلطته ومحاكم، داري غير طوال الدين. والدين ده القاعد ابوك وابو ابوك وجدك ذاته، هسه لا لا ما ينفع معه، ما خلاص دي من السلطه داري غير الدين. يا حرمه غطي شعرك يا حرمه، لا ما في حرمه هسه. ابواب المحلات لا 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 افتح اللزان يا اخواننا، اللزان ذاته شايل الميكروفونات برا، غير الدين تماما، ما استلم السلطة. الصراع يا ودي هو انك انت مسكت سلطة حتجيب دين، ده موضوع منتهي. ما في حاجة اسمها فصل الدين عن الدولة، انت ما فاهم حاجة، بتردد بغباء بس. احنا مرتاحين في الحتة دي، فصراعنا معاك في مشروعك يا ودي. صراعنا معاك في مشروعك اللي انت وصلت فيه مرحلة الآن عشان تطبق المشروع بتاعك ده. أول حاجة ضربت عقيدة الناس ذاتها. وحاربت الناس في عقيدتها، بعدين جبت لنا من المتحالف معاه، وانت انت اذا ما رضيت عن الكاك الاخضر ده بديكتاتوريته وتاريخه الاجرامي، دار ترضى عن المرتزقه المجرمين اللي بيغتصبوا علني ديل يا ودي صالح؟ بتين حتاخذ موقف واضح كغحاتي انك تقيف مع الحق والباطل، والناس تفهم انه احنا ما معناها الحق، احنا والله يا اخو واقفين مع الجيش، احنا في الحق، الجيش ده ذاته ما احنا بنتكلم فيه، والجيش ده ما كله حق. الكاكي الاخضر حق لكن جوا ما كله حق، عندنا قائد حاميه طابور، عندنا واحد في مجلس السياده خاين، عندنا قائد متحرك جاسوس بيسرقوا مرتبات الضباط والعساكر، قاعدين خونه. ما عشان هو لابس كاكي احنا حنسكت عليه، احنا بننظف جوا الحق ده ذاته الفرقه ال 72، نشوف الفرقه الناجيه سبحان الله، حتى المؤسسات العسكريه اسمها فرقه، حس احنا فضلت لنا كم فرقه، نشوف الناجية الفرقة الناجية القيادة العام ولا شنو؟ الفرقة الناجية كرري ولا شنو؟ وريه وريه يا هيثم. كلامنا واضح يا قوات مسلحة، ما معناها لبست كاكي اتبعت التعليمات فهي التعليمات في الحق. الله عز وجل لما خاطبنا في فرعون اللي اتفرع عنده أخذ السلطة بعدين جاب دين. الله عز وجل قال لنا هو وجنوده وهامان الإدارة السياسية المدنية حقته وقائد الجيش ووزير المالية قارون والجنود بتاعينه بتاع انتباه، وإحنا والله بنتحرك بتعليمات الغايد كلكم، قال إنهم كانوا خاطئين. وبعد كل خاطئ في شنو؟ في استجابتك للتعليمات دي يا أخواننا. المرة بتكورك في الجزيرة، نمشي نحصلها ولا ننتظر صرخة البرهان؟ ولو البرهان نسانا لو البرهان ما تحرك. العقيده اللي احنا حنتكلم بها مع القياده حقتنا انه اول حاجه الهدف من العمليه. الهدف شنو؟ انا قاعد في الفاو. والله قاعدين نأمن في الفاو، بنأمن من منو؟ من الدعم السريع. جايين من وين؟ جايين من ثلاثة متحركات، حلو، ممكن نمشي نقطع له الطريق ولا نرجعه هنا أحسن؟ نرجعه هنا أحسن، بناء على شنو؟ التجربة اللي نجحت في انه الناس انتظروا الدعم السريع في حتة ودخلت عليهم وبعدين قامت نجحت. الدين النموذج بتاع الفاشر ممتاز، انت زي الفاشر لكن انت زي الفاجر. ما هو المستنفرين بتاعنا في القضارف هم ديل المواطنين زي حقين الفاشر. احنا عندنا مشكله تسليحهم، عندنا مشكله بتاعت تسريب معسكراتهم، عندنا مشكله بتاعت انهم خاتينه ليه في ارتكازات، عندنا مشكله انك انت في الارتكازات حتى في القضارف ما كنت خاتين، من عبر لحد القضارف ما في ارتكاز واحد حوله في السوق الشعبي. ما انت ما مستفيد منه، انت ما زي الفاجر، لكن ناخذ نموذج منه جبل اولياء. ما جبل اولياء كان فيها حاميه عسكريه وفيها قاعده جويه بتاعت هليكوبتر سقطت، لكن ليه انا انتظرهم؟ ما تعال نمشي لهم قدام، ليه ما تحرك؟ طيب القوه بتاعتنا كلها القاعده في الفاو دي، حتدافع عن الفاو، شيل منها 10% دارين 23 تاتشر، بتمرقوا ولا ما بتمرقوا؟ ما انا ما حخليكم حتمرقوا الفاجر القضارف حتمرقوا والفاو حتمرقوا، حتمرقوا، انا ما حخليكم، انا ما حخليكم،
حجر العسل الجيش حيمشي لها حيمشي لها، ما مشي الجيش بكاك الاخضر حيمشي الرجال براون لحد حجر العسل. دارين نصل لحجر العسل دي الاتفاق، نشوف انتوا ما دارين تمشوا مالكم، انا ما عندي شغل غيركم. وبالاسماء بالمناسبه. واللي بيقول احنا شوهنا سمعته وتكلمنا فيه ظلما اللي ورينا بيان بالعمل. مدني دي ما حتتحرر بالاتجاه الغربي براو، لانه الدعم السريع ما حينتهي جوا مدني، حيمرق يجي يسقط لك من الفاو وحيخش القضارف، لو ما تحركت الشرقيه العماس انت حتسقطها. دار تثبت انك انت شغال امرق عليهم، غير كده انا ما بتفهم. ياسر عطا حاين في نهر النيل وحاين في لواء البراء وحاين في المعاقيل، انا ما عارف يتدي الناس زي في شنو. حماس هو تاسع حميتي ده ميت له كم سنه، شفتوا قاعد يخاطب غواته دي؟ حماس وما حماس ورفع معنويات بتاع، رفع المعنويات بالانتصار، رفع المعنويات بحل مشاكل القوات المسلحه، رفع المعنويات بحل المشاكل بتاعت الامداد، عشان كده انت غايب. انا ما بقدر امشي اتعامل مع بنك الخرطوم اجيب منه قروش اوزع على الجيش لانه انا رغيب اول، لكن انت فريق اول بتمشي تشيل لي القروش منه، بتمشي تاكد لي من مرتباتي، بتمشي هناك الصوامع بتجيب لي دقيق، بتمشي هناك الذخيره في برصدان المخازن بترفع لي سلاحي في المحور، انا اتقدم، انت ده الغايب دورك، لك ما تيجي تحمسني. ما تيجي تقول لي والله حنفعل وحنترك ولن نترك ولحد تشاد ولحد الامارات، ده ما كلامك، ده ما شغلتك، دي ما شغلتك، ولا حتى ذاته توريني الفيديو ده، لانه الفيديو ده بيكذب الفيديو الفات، بيكذب الفيديو القباله، بيكذب الفيديو اللي قلت لي عندي 9 متحركات في مدني، بيكذب الفيديو اللي قلت لي حفطر فطور رمضان معركه بدر الكبرى في مدني، كله بيكذبه. منو اللي مداك تعليمات اذا يا ياسر؟ انت الرجل الثالث في الدوله، منو الاكبر منك ثاني؟ منو الاكبر منك تاني؟ موضوع ده تاتشر جاز بنزين اديني كلاشين انتهى الموضوع. ماشيين وين؟ تموت الدفعه الاولى كلها تيجي بعدها الدفعه الثانيه. الفاجر هاجم الدعم السريع 141 مره، انت هاجمتها بريا الجاي لكم مره؟ مديكم المعاقيل، مديكم الفرقه الثالثه، مديكم الامداد المستنفرين، كان عندكم مستنفرين انتوا؟ نهر النيل دفاع 400,000 مستنفر. هسا عندكم بالمستنفرين دي هاجمتوا الجيلي كم مره بريا؟ هاجمتوا حجر العسل كم مره؟ ديل بيموتوا غادتهم واولادهم ونسوانهم وحكاماتهم وتالي بيجوا الفاجر. انتوا هنا مره واحده ما قدرت تجربوها؟ تقول لي تكتيك وخطط عسكريه حمار ولا شنو؟ بتلعب على منين انت يا زول؟ يا هديك كتبت الموت ان شاء الله. شفتوها في سنجا؟ شفتوها في الجزيرة وحنشوفها في نهر النيل. المارق معانا يا اخواننا ماشيين نحرر المصفى ده، بداية تحرير المصفى بحجر العسل، ما مشيت حجر العسل حسقطوا شندي وحسقطوا نهر النيل، بعدين ما دارين زول يتبكى لانه بعدين احنا ما بنفرز. تجونا مطرفين ما جينا زول من نهر النيل مارق، تقعدوا بس. يا هو ده جيشكم حس مستعد، طيرانكم مستعد، عندكم مشكلة في القائد بتاع الحامية، قائد الحامية ما بدي تعليمات انه الناس تمشي. والله يا صرف هو بيشتغل بتعليمات الفوق، هسه احنا ممكن نغيره، ما هو في النهايه شغال بالموضوع بتاع الزول الفوق. ما قادر يبدع، ما قادر يديه، ما عنده كلمه، ما عنده راي. الدبابات عنده، المدرعات عنده، الصواريخ عنده، الراجمات عنده، يا هديك المصفى راجي شنو انت؟ احنا قد عقيدتنا الدفاعيه، دفاعك ما عن الحاميه العسكريه، دفاعك عن السودان. عقيدتك الدفاعية عن المواطن، تموت عشان المردي، تموت عشان الطفل ده، ده عقيدتك، ما عقيدتك عشان تموت عشان طوب. مهندس انت؟ انت مقاول؟ مالك ومال العمارة؟ ما تقع انت بانية انت المعسكر ده؟ انت دق فيه طوبة ولا دق فيه حجر دغش ولا دق فيه شجرة نيم؟ ده عامل انت؟ دفاعيه عن شندي، عن حدود السودان، عن المواطن، عن اللاجئ، عن المتغرب، عن المريض، الناس بتموت بحمى، اخجلوا يا جيش. تكليفكم واضح يا قوات مسلحه، هسه احنا ادينا مهله كافيه انه يصل الامداد وتصل الذخيره وتصل كل المعينات لسلاح المدرعات ووصلت. قوات كل يوم الثاني بيركبوا لين نخبه النخبه، احنا قاعدين نشوفكم بعد ده تفتحوا الشارع تصلوا القياده العامه. الموضوع ده انتوا مماطل الفيو شغالين مع الدعم السريع عشان الخريف ينتهي، والخريف شبه انتهى وما تحركتوا شبر، وكل يوم بالتاني جايبين لنا كذبه جديده. اللي جاء ما مفكوك، ياسر انت قلت كلمه اللي جاء ما مفكوك دي كم مره؟ ما عندك شغله غيره ولا شيء؟ خلاص انتهينا من موضوع اللي جاء. اللي جاء ما مفكوك، اللي جاء ما عارفين انه ما مفكوك.
هو ورينا هو ما مفكوك هو ورينا معنى انت ما قادر تمشي بس متفك اللجام ما تمشي طيب امشي في كل المحافل احنا عندنا ناس عواليق الزول الزعلان في الجيش ده والزول الزعلان في الدولة دي بعد ده بدأ يتحاصر والمصادمة معه حتبدأ من الشايقاب قرية الشايقاب هي بداية المحاصرة عشان كده الدعم السريع زايد على هجوم شديد لأنه ده أول مرة نستردها منه بقوة زي دي وندافع عنها ما ننسحب والزول الزعلان في الجيش بيرسل لهم امداد وبيرسل الطيارات وبيرسل القوة القوة اللي بتهاجم في الشاقياب دي الجيش بيحسمها خلى الأربعين مقاتل ديل براهم معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم كان معه كم نفر يا أخوان 313 وطالوت كان معه كم نفر لما انقطع النهر 313 احنا دارين الفرقة 313 في الجيش 313 نفر بنشتري البكاسي احنا والكلاشات احنا دارين الرجال بس في كل حتة 313 القاعدين في بابنوسة لو حسبتهم حتلقان 313 ورب الكعبة الصمدوا في المدرعات أول يوم 313 مستحيل يزيدوا عنهم ما دي المعادلة الإلهية قاعدة في المصحف مستحيل ولا حسبتهم ولا محتاج أحسبهم الليلة الصامدين حسع في الشاقياب ديل 40 نفر حاضر حسع لو حسبت القوة بالمتحركات الحولة حتلقان 313 وده اللي حيخشوا مدني ما أكتر من كده هذا الالاف كون دي كلها ما محتاجين لها تاتشرات كون وتخطيط كون استراتيجيتكم ما محتاجين لها 48 ساعة 27 ساعة اسبوع اسبوعين متحرك المشي عبر المشي انت قلت لي حس انت الناس اللي حيمشوا عبر قبل اسبوع بعديها ماشيين شندي والفرقة الثالثة هتعمل لهم تأمين داخلين الجيلي قلت حجر العسل ما خشيت الجيلي شنو بتخش عليك الله خلونا من تخديركم ده طلعت ميتين ام السودان ذات